فيمكن سن صعب السن الصغير هو 2008. هو طبعا يعني الحمد لله نحمد ربنا كل حاجه، لكن اصعب سن اللي انا ماسكه الفتره دي. ليه؟ اول سنه بيلعب 11، عندك مراحل النمو بتبقى صعبه جدا. انت الولد النهارده ممكن تلاقيه كويس، بكره في متغيرات كتير، متغيرات كتير جدا في الجسم وفي حتى في الـ في الـ التفكير، في التفكير. وانهم اول سنه يلعبوا 11 دي حاجه مش سهله خالص، لكن الحمد لله اشتغلنا مع الجهاز اللي معايا. يمكن معايا الكابتن احمد يونس من الخبرات الكبيره قوي في قطاع النادي، ويمكن من الحاجات برضو اللي يمكن بشكر الكابتن خالد بيبو عليها انه حط معايا حد في الجهاز. ما انا ما اقدرش اقول انا مدير فني هو، بالعكس انا بستفاد منه كتير جدا من الكابتن احمد يونس، لانه خبره كبيره قوي بيساعدني بشكل كويس قوي، كلنا بنكمل بعض. معانا الكابتن انور مدرب الحراس، معانا الكابتن احمد فؤاد اداري، مش عايز انسى حد، لكن الحمد لله عندنا فرقه كويسه. يمكن بدانا الموسم بدري وده طبعا بنشكر عليه مجلس الاداره. ابتديتوا لعبتوا ماتشين؟ احنا بدانا الدوري لعبنا ماتشين الحمد لله. يمكن اول مباراه كسبنا 5-1، وثاني مباراه كسبنا 8-0 الحمد لله، وبكره ان شاء الله عندنا مباراه ثالثه. نتمنى التوفيق كده باذن الله. النتائج الكبيره بتبقى هي هدفك، ولا برغم النتائج الكبيره بكسب 5-8 ممكن برضو يعني تيجي النهارده تعايز اللعيبه في اخطاء وفي سلبيات وتقف عليها طبعا كل مباراه بنستفاد منها، خصوصا في السن ده. بقول لك السن ده مرحله صعبه جدا جدا لينا كمدربين وللعيبه نفسهم. انت بتبقى عايز المباريات حاجات كتير، او اولا التحفيز، التكتيك، انه بيلعب 11 يعني ايه يبقى مثلا باك رايت يضم امتى ويطلع امتى وامتى يدخل جوه الملعب. الراجل الديفندر كان مثلا الاول بيلعبوا بليبرو، دلوقتي انت ما بتلعبش بليبرو، بتلعب باربعه. ففي حاجات كتير قوي محتاجه شغل وتحفيز. يمكن اللي فرق معانا شويه ان احنا كابتن خالد بيبو طبعا ومستر مايكل، ان احنا بدانا بدري الموسم، ودي الامانه فرقت معانا كتير جدا. موفرين لنا حاجات كتير قوي. يمكن انت في السن ده لما معاك مدرب احمال الكابتن طه، والامانه برده من الناس اللي عامله معايا شغل كويس قوي وبشكره على المجهود، لانه بيعمل معايا شغل اضافي كابتن طه. كل ده عشان نقدر في النهايه نطلع نعمل لعيب كويس. يمكن انت في القطاع يا اسامه وبالذات، يمكن انت طبعا من ابناء النادي، في المراحل الصغيره دي بيبقى عندك حاجتين مهمين قوي. في ناس تقول لك انا عايز اعمل لعيب كويس يطلع الدرجه الاولى، وناس تقول لك البطوله مهمه. انا من وجهه نظري الحاجتين مهمين جدا، اشتغل على الاثنين، لازم بطوله وازاي تطلع لعيب درجه الاولى. انا مقتنع بكده، لان انا ما ينفعش الاثنين مرتبطين ببعض. انت كلاعب نادي الاهلي مش هتبقى لعيب كويس غير انت بتاخد بطوله وبتلعب تحت ضغط المنافسه طبعا، والمكسب وانت كمان لعيب كويس فاكيد هتاخد بطوله. يعني الاثنين مرتبطين ببعض.